أعزائي مشاهدي ومتابعي برنامج سبوتس مع أنور سالم في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. بسم الله بنبدأ حلقة جديدة بإطلالة جديدة وظهور جديد من خلال قناة الصحة والجمال، الحلقة رقم 40 من البرنامج، ولكن هذه المرة على الهواء مباشرة. وبهذه المناسبة بنشكر كل الناس اللي اشتغلت معانا على مدار الحلقات السابقة من أولها، سواء المستمرين أو اللي مكملين معانا. إن شاء الله النهاردة كما عودناكم هيكون عندنا سبوت رئيسي، السبوت الرئيسي هيكون على موضوع من الموضوعات الهامة جدا. موضوع النهاردة بيخص أكتر من 1,000,000 شاب مصري، هنعرف الموضوع ده في السبوت التاني إن شاء الله. أما دلوقتي بنسيب الورق بتاعنا والسكريبت ونبدأ نتكلم في السبوت الأولاني معاكم. أول حاجة عايزين نتكلم فيها النهاردة إن احنا بنقدم التهنئة لناديي الأهلي والزمالك اللي بيحققوا إنجاز تاريخي لأول مرة في التاريخ، نهائي مصري وفريقين من دولة واحدة بيصلوا للنهائي وعلى أرض مصرية، وإن شاء الله الكاس مصري. طبعا أنا كواحد أهلاوي مثلا أتمنى الأهلي يكسب، لكن لو ما كسبش الكاس برضو مصري، ولو في حد تاني زملكاوي أتمنى الزمالك يكسب، لكن لو ما كسبش النهائي مصري. فمن هنا بوجه رسالة لكل المسؤولين واللاعبين، وبخص بالذكر عبد الله جمعه، نحاول نلتمس كده الهدوء ونهدى شويه، علشان احنا راح قبل كده ضحايا من الجانبين، مش عاوزين ضحايا تانيين. نلتمس كده ونلتزم الهدوء من الجميع، والساده الاساتذه والزملاء الاعلاميين نحاول طوال الفتره الجايه ولحد يوم 27 نكون نقدم رساله للروح الرياضيه عشان تطلع الصوره المصريه مش زي الصوره اللي شفناها في الإمارات. تاني حاجة النهاردة هتكلم فيها عن الترند، متعود دايما أكلم حضراتكم عن الترند، والترند اليومين دول عن طفل المرور. طبعا طفل المرور ابن المستشار اللي أهان للأسف أحد رجال الشرطة اللي بنكني لهم كل التقدير والاحترام على الأمن والأمان اللي احنا موجودين فيه في هذه الفترة وعلى مدى فترات سابقة، ولكن أنا مش عاوز أتناول الموضوع زي ما كتير من الزملاء تناولوه ونتكلم على لو كان ابن مستشار ولو كان ابن فلاح. مش ده الموضوع بالنسبة لي، الموضوع بالنسبة لي هو التربية. زمان واحنا بندرس اصول تربيه، زمان واحنا بندرس علم نفس تربوي، كانوا بيكلمونا عن دور الاسره، عن دور المدرسه، عن دور العباده وجماعه الرفاق او الاصدقاء، زي ما تحب تسميها سميها وزي ما الكتب بتكتب فيها. طيب ايه موضوع التربيه؟ النهارده لما نيجي نتكلم عن دور الاسره، هل دور الاسره موجود؟ للاسف تلاشى بشكل كبير. النهارده لاسباب مختلفه بدا البحث عن الشهره من ناحيه، او البحث عن السلطه من ناحيه، او البحث عن المال من ناحيه، وكمان السيده المصونه اللي تبقى عاوزه تحقق ذاتها على حساب بيتها واولادها. كل واحد نسى دوره، والنهارده ولا استثني احد، كلنا كل واحد ماسك موبايله، حتى اطفالنا ماسكين موبايلاتهم، ونسينا دور الاسره ان احنا بنبص فيهم حاجات كتير مهمه ونخلي بالنا من اصدقائهم. انا حذرت كتير جدا واتكلمت في حلقات سابقه عن موضوع التربيه. ابن المستشار ده ممكن يكون ابني او ابنك او ابن اي حد تاني لا قدر الله، ولكن فلازم نبص للموضوع من هذه النظره. يعني ما نقعدش نتكلم بقى ابن مين وابن مين، لا، احنا نشوف الظاهره اللي حاصله دلوقتي. القوى الناعمه للفن والثقافه والاعلام فين دورها اللي احنا بنتكلم عليه؟ الوقت بدانا ان احنا نغير ونطور، وبدا يبقى فيه حاجات محترمه بتقدم على الشاشات، ولكن لازم نكمل على هذا المنهج وعلى هذه الشاكله. احنا كمان كل حد لازم مننا يقوم بدوره. المدرسه حضراتكم فين دور المدرسه؟ المدرسة بطريقة أو بأخرى كل واحد فينا بدأ ينزل من صورة المدرسة، بدأنا نقلل من رمز المعلم، القبض على معلم في وكر، بغض النظر بقى عن أن بعض المعلمين وزيهم في كل الفئات ممكن يكون في ناس بتخرج عن النص إلى حد ما، أو يكون عندهم أخطاء أو مشاكل يتم معالجتها. بس النهاردة هل إحنا كرمنا المعلم ماديا؟ هل إحنا كرمنا المعلم كرمز للتعليم؟ هل إحنا بنقنن ونقوي دور المدرسة؟ للأسف لا. وأولياء الأمور والناس العادية قبل أي حد بيعملوا كده، إذن اختفى دور المنزل، إذن اختفى دور المدرسة، وكمان الأدوار الأخرى كمان ممكن تكون اختفت. بفكركم لما تكلمنا عن حسام أنيس في المنزلة الأهلية، لما مشى بالموتوسيكل وفتح نور الموتوسيكل بتاعه، وبعد كده قام عليه شاب عشان النور جه في وشه وضربه بالسكينة وقتله وحذرنا، وبعدها بأيام حصل قضية شهيد الشهامة محمود البنا،
والمسألة بتجري وتستمر، وتكلمنا عن اللي حصل في دمياط واللي حصل في بورسعيد واللي حصل في المنصورة وحصل في أماكن كتير. فأنا رسالتي لكم النهاردة بقول ربوا ولادكم، ولا أستثني أحد ولا أستثني نفسي، ربوا ولادكم، دي رسالتنا النهاردة. وإحنا بنقوم بدورنا رغم توقفنا بسبب فيروس كورونا، حفظنا الله وإياكم وحفظ بلادنا وأولادنا. كنا موجودين على اليوتيوب وعملنا مسابقة للمواهب، قلنا بدل ما يشغلوا وقتهم وهم قاعدين في البيت في أي حاجة نستقبل الطلاب أو الشباب اللي عندهم مواهب، والحمد لله جالنا ناس من محافظات كتير جدا، وما وعدناهمش إن احنا نعمل حاجة أكتر من إننا نعرض ونبرز اللي هم بيقدموه. وعدتهم أول ما يرجع البرنامج بعد انتهاء أزمة كورونا إن شاء الله يكونوا موجودين معانا على الشاشة. كان بإمكاننا إن احنا نقدر نذيع كل الفقرة بتاعت كل فرد منهم، ولكن للأسف لضيق الوقت هنضطر إن احنا نكتفي بفيديو 3 دقايق يعرض لنا الفائزين في المسابقة الأولى، لأن كان في مسابقتين إن شاء الله. الفيديو الثاني الحلقة الجاية الأسبوع الجاي إن شاء الله. الفيديو الأول عندنا الفائز في مسابقة القرآن الكريم ومسابقة الإلقاء ومسابقة الغناء، كل دول إن شاء الله هيكونوا موجودين في فيديو 3 دقايق. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع نستقبل ضيفنا، انتظرونا. سبورتس مع أنور سالم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جينا بمثله مددا. هم قالوا لك إنه مش باين عليه أثر الفراد، وإنه مش بيزيف بسيرتك، وإنه عادي لا بان عليه أثر الفراق، ولا في ألم ولا في اشتياق. حقاش يعني قصيدة كتبها فيكي هي دي اللي طلعتي بيها، أما هو خلاص نسيكي، وإحنا قلنا لك زمان ما بتسمعيش. وكلمتين دايما في بالهم غيرهم ما فيش، يا نروح ونرجع ملفوفين بعالم مصر، يا نروح ونرجع في أرض سينا رايت النصر. حاولت تصدق اهتمامه ازاي مع انك كنت عارفة، لكن قلبك عمل مش شايف، هو اللي كان بادئ بالإهمال ثم فارق، وده كان أبسط مثال. سيبني لليالي أسهرها لوحدي، سيبني لذكرياتي وبعد عن حياتي يا أغلى ما عندي. ذكريات كدابة والأشواق كدابة، آدي الليل في جراح ونار، آدي عذاب وآدي مرار. داير وصيك يعني جمال وبال تروحي بالبيني بينك ما تبوحي، انت عارفة شغلي ونوحي، انت عارفة سبب جروحي. رجعنا تاني بعد الفاصل، وبعد ما شفنا المواهب اللي كانت موجودة معانا على الشاشة، طبعا التصويت كان من خلال التصويت على اليوتيوب، فبالتالي ما كانش فيه لجنة تحكيم، لكن احنا حبينا ان احنا نشجعهم، وريت حضراتكم تشجعوهم، وكل حد بإيده انه يشجع اي موهبة يكمل معانا في هذا الشأن. طبعا الوقت معانا للسبوت الرئيسي. زمان كان في حاجة اسمها التكليف. التكليف ده كان على معظم الطلاب بيتخرجوا من الكليات
ويبدأوا على طول ياخدوا الوظيفة بتاعتهم ويتعينوا. بدأت تقل رويدا 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 لحد ما بقت فئات قليلة جدا هي اللي بيتم عليها التكليف، وبدأ نظام جديد اسمه المسابقات. المسابقات اختلفت، في مسابقة في البريد وفي مسابقة بشكل مباشر، والوقت أصبحت المسابقات كمان بتتم عن طريق الانترنت، وفي كمان مسابقات بتدفع فيها فلوس. في مسابقات كتير جاء عليها رسائل، احنا خصصنا الفترة اللي فاتت رابط أو لينك على جوجل فورمز استقبلنا فيه الرسائل بتاعت الناس والمواضيع اللي حابين يتكلموا فيها، وناس كتير كلمونا في موضوع معين وكنا ناقشناه قبل كده بشكل مبسط، فحبينا ان احنا نسلط الضوء ونحط السبوت بتاعنا عليه، وهو مسابقة الشهر العقاري. المسابقة دي من سنة 2005 وحتى الآن لم تظهر النتيجة، عشان كده النهاردة بنستضيف الأستاذ حيان الشريف المنسق الإعلامي لشباب مسابقة الشهر العقاري. أهلا بيك أستاذ حيان. أهلا بحضرتك، ونشكر قناة الصحة والجمال وبرنامج بوتس على دعم قضايا الشباب. هو ده دورنا، وإحنا بنحاول، إحنا قبل كده ناقشنا الموضوع ولكن بشكل مبسط. النهاردة إحنا بقى استضفنا حضرتك عشان نسمع الموضوع والحكاية والقصة والرواية من البداية، ومعك الميكروفون. هو في 2015 بس مش خمسة، 2015 2016 وزارة العدل بشكل عام أعلنت عن مجموعة من المسابقات وعلى رأسها الشهر العقاري والمحاكم الابتدائية والطب الشرعي. يعني من خمس سنين. خمس سنين. تقدم لهذه المسابقة يعني ما يقرب من 1,000,000 شاب بناء على تصريحات السيد وزير العدل السابق المستشار حسام عبد الرحيم. تمام. طبعا كانت ليه شروط للمسابقة، تقدم إليها كل من اجتاز الشروط وادى الامتحانات. طبعا يعني هنا كان 1,000,000 دول في الشهر العقاري فقط؟ لا، 1,000,000 دول محاكم ابتدائيه وشهر عقاري، يعني كلها تابعة لوزاره العدل، كله تابع، كل ما يخص تحت مسمى وزاره العدل. تم الاعلان عنها منفصله ام متصله؟ لا منفصله، يعني الشهر العقاري كانت في مايو 2016 وقبلها المحاكم الابتدائيه، يعني 2015 وفي 2016. 2015 2016 في خلال الاواخر كده، يعني في الثلاث اربع شهور اللي بالفصل بين السنه والسنه. بس يعني الشباب برضو يعني من وزاره العدل يعني عملت الامتحانات كمان في مدرسه مخصصه على مستوى الجمهوريه، كانت في مدرسه السعديه بمحافظه الجيزه، فبالتالي الشباب تحمل عناء السفر ومشقاته من جميع انحاء الجمهوريه عشان يروح محافظه الجيزه ومدرسه السعديه ليأدي الامتحانات. لحظه معلش، يعني حضرتك بتقول لي ان الموضوع ما كانش تقديم بس، كان في اختبارات، كان في اختبارات وامتحانات، والمليون واحد امتحنوا في مدرسه السعديه. بس كانت في تقسيم محافظات، يعني كان مثلا محافظه كذا كذا تروح يوم كذا كده، يعني فكان في جدوله للموضوع يعني. بس بعد الامتحانات بقى طبعا صرح مصدر مسؤول داخل وزاره العدل بان النتائج خلال شهر، طبعا ما حدث اي حاجه طبعا خلال شهر. من كام؟ من اجراء الامتحانات اللي هو تاريخ كام تحديدا؟ اللي هو بنقول 7/8/2016. 2016 ده كان اخر امتحان واخر لجنه امتحان. يعني خلينا نقول المسابقه كانت 2015 2016 2016 كان المفروض يتم اعلان النتيجه. كان في 2016 المفروض يتم اعلان النتائج لهؤلاء الشباب. في منتصف نوفمبر 2016 في نفس العام صرح برضو السيد حسام عبد الرحيم وزير العدل ان النتائج خلال شهر من تاريخ من التصريح ده، اللي هو تصريحه للجرائد الوطنيه، وبرضو ما فيش اي ظهور لتلك النتائج. طبعا في تقدم بعض طلبات احاطه من السيد. طب هستاذنك، احنا معانا تليفون، نسمع التليفون ونكمل الكلام. معانا استاذ علاء من المنصوره، اتفضل. الو، السلام عليكم يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ علاء، اهلا وسهلا. ربنا يخليك يا فندم. اتفضل يا فندم، تحت امرك. انا بحضرتك، انا حضرتك بحييك الاول على ان انت طرحت الموضوع ده في البرنامج، وبحيي الاستاذ حيان برضه ان هو يعني ما بيدخلش جهد علينا في الموضوع ده. وبس هو السؤال بس اللي بيطرح نفسه هو يعني المسابقات دي من 2016. تمام. فدلوقتي يعني كل شويه مسؤول يطلع من وزاره العدل اللي يقول لسه التحريات، واللي يقول لسه لا لسه بنوفر الدرجات الماليه وتنظيم الاداره. طب هل دلوقتي في يعقل اللي في مسابقه تتعمل وما يبقاش يعني تنظيم الاداره؟ حضرتك احد المتقدمين؟ ايوه يا فندم. ايوه. طيب حضرتك، احنا هنناقش الكلام دلوقتي وباذن الله هننتظر رد المسؤول. بشكرك يا فندم. اتفضل استاذ حيان. يعني كتير جدا، يعني برضه زي ما قال الاستاذ علاء كده، يعني جاري التحريات الامنيه طلع مصدر مسؤول في 2002، جاري التحريات الامنيه، جاري توفير درجات ماليه، بعدها بعض من الشباب عمل وقفه احتجاجيه في 2017 امام وزاره العدل، طلع مصدر مسؤول ان هو جاري توفير الدرجات الماليه. طب ازاي انا لسه عامل مسابقه من غير توفير درجات ماليه للشباب؟ ازاي؟
ازاي وازاي انت ما خاطبتش وزاره الماليه توفر لك درجات ماليه؟ ازاي ما خاطبتش الجهاز المركزي للتنظيم والاداره ما يوفرلكش درجات ماليه؟ مع العلم ان مصلحه الشارع العقاري دي بتعاني من عجز شديد جدا. يعني المصلحه دي مصلحه تخص كل المواطنين، يعني كلنا بنتردد عليها يوميا. يعني احيانا كنا في بعض الاحيان كنا بنشوف ان في مسابقات بتتعمل بس في ناس معينه مسبقه، او يكون في ناس متعينين او واخدين درجات على هيئه مؤقت وبعد كده بيتم تثبيته على هامش المسابقه. تمام. فهل ممكن يكون في حصل تعيينات وانتم ما تعرفوش؟ لا لا، ما فيش تعيينات حصلت الى يعني الى وقت هذه الساعه. لم يحدث اي تعيين لا هؤلاء الشباب. خمس سنوات كاملين ما فيش تعيين لاي شاب من خلال المسابقه دي. تمام. فكده يعني الناس، يعني الشباب اصبح قنبله موقوته في الشارع المصري. الشباب بيعاني. معلش يعني احنا دلوقتي عندنا مشكله واحنا بنعرض المشكله عشان نحلها او نعرض لها حل او نسمع صوت المسؤول اللي هيحل. بس هل الخمس سنوات دول انتوا قاعدين منتظرين ان لازم النتيجه تطلع، ولا ايه المشكله بالظبط؟ يعني فهمني ووصل للساده المشاهدين ايه المطلوب النهارده عشان نخرج من الحلقه باستفاده. الشباب اصبح حاليا غاضب، يعني هو عايز برضه. الشباب تعب، لف كتير وسمع وتابع مسؤولين وتابع تصريحات السيد مصطفى مدبول في 2018 وعد بحل هذه المشكله. والشباب عايز بيان واضح من مجلس الوزراء ووزاره العدل. يعني بنتظر خلال 24 ساعه اللي جايين بيان من مجلس الوزراء او وزاره العدل ايه هو مصير هؤلاء الشباب. يا اما تعينوهم. انتوا استنيتوا اربع او خمس سنوات عاوزين في خلال 24 ساعه؟ ايوه طبعا، هم خلاص يعني الشباب فاض به الكيل. يعني دلوقتي هو عايز بيان من مجلس الوزراء، طلع له قرار يا عم انا لغيت المسابقه، خلي الشباب ده يشوف دنيته او يشوف حاله ايه، او عينه بقى وده حقه، اللي يستحق يدخل واللي يعني مستحقش خلاص. يعني حضرتك عشان نلخص الكلام للساده المشاهدين، حضراتكم بتطالبوا اما باعلان النتيجه حتى لو جزئيه. تمام. او اعلان الغاء المسابقه وكانها لم تكن. تمام. طب ورد فعلكم في الوقت ده يكون ايه؟ خلاص، لكن انت كده سايب شباب. يعني انتوا المشكله عندكم انه مش عارفين مصير الشباب. مش عارف اين المصير. هو مصير الشباب حاليا نراه هو مصير مجهول. يعني كل بيان نظر جاري التحريات الامنيه، جاري توفير الدرجات الماليه، لا يصح ولا يعقل هذا في دوله 60% منها شباب. لا يصح هذا الكلام طبعا. طيب يعني حضرتك كلمتني قلت لي في الشهر العقاري وفي المحاكم الابتدائيه والطب الشرعي طبعا. والطب الشرعي عندك ارقام بالمتقدمين في كل جهه ولا الرقم اجمالي؟ لا، هو اللي تقدم للمحاكم الابتدائيه 800,000. 800,000 يعني معظمهم في المحاكم الابتدائيه. طب ايه نوع نوعيه الوظائف؟ كانت في يعني على الدرجه الثالثه باحث قانوني، باحث اداري، وباحث تمويل ومحاسبه، وكاتب رابع. كل ده على يعني تخصصات مختلفه. تخصصات مختلفه. كان في طلبات معينه او مؤهلات معينه؟ لا، هو كل المؤهلات المطلوبه على حسب كل تخصص اللي هيشتغلوا ايه. يعني كانوا محددين؟ يعني مثلا ما هو انا معلش مش منطقي النهارده ان انا هقول ان انا بعلن عن مسابقه في كذا وبعدين اسيبها. يعني عاوز كل المؤهلات العليا؟ لا، مش كل المؤهلات العليا. والله هي العمليه مش عايمه زي ما الناس فاكره. لا، هو كده مثلا اللي هيشتغل باحث قانون لازم يكون خريج حقوق. تمام. يعني محدد تخصصات لكل كل التخصصات. طيب احنا معانا مكالمه ثانيه. الاستاذه هند من القاهره، اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، مساء الخير عليكم جميعا. مساء النور يا فندم، اتفضلي تحت امرك. انا طبعا بحب اشكر حضرتك ان حضرتك اثرت قضيه مهمه جدا، وهي يعني قضيه تخص الشباب، وهي مسابقه الشهر العقاري، والتي سبق ان تم الاعلان عنها من عام 2016، ولكن للاسف الى الان لم يتم اظهار هذه النتيجه. فاحنا بنوجه سؤال الى الساده المسؤولين، ايه هو مصير مسابقه الشهر العقاري؟ يعني احنا عايزين حد يطلع بس يوضح لنا هل هيتم الاعلان عنها، وهيتم الاعلان عنها امتى، او تم الغائها. يعني احنا لازم حد يوضح لنا او يطلع علينا يقول ايه مصير المسابقه. يعني احنا حاليا ما فيش حد، يعني كله كلام مبهم. احنا توجهنا لطلبات احاطه من الساده مجلس النواب، برضه ما حدش بيرد علينا. وزاره الماليه قالت ان ما فيش درجات ماليه، واحنا وزاره العدل برضه بتقول يعني لسه ما فيش درجات ماليه موفره لهذه الدرجات. تمام يا فندم. بالرغم من ان كان وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم قبل كده قال ان المفروض كان يتم اظهار هذه النتيجه، ولكن للاسف الى الان لم يتم اظهار نتائج مسابقه الشهر العقاري 2016. اذا السؤال متى تظهر النتيجه او ما مصيرها؟ حضرتك بتضم صوتك لصوت المتصل الاول وصوت الاستاذ حيان معنا، نشكرك شكرا جزيلا. اتفضل يا استاذ حيان.
واضح ان الموضوع مسير. احنا لو فتحنا مكالمات مش هنقعد لبكره، مش هنخلص لا مكالمات. وقتنا النهارده يعني قليل ماشي، بس علشان كده احنا بنتكلم. لا الشباب عايز حل، الشباب مش هينفع كده كمان. يعني وزاره الماليه، وزاره العدل معلش تحصلت على مبالغ ماليه كبيره. معلش انا اسف، مكالمات النهارده نازله علينا كتير. معانا الاستاذ محمد الدمرداش من دمياط الجديده، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. النور استاذ انور. والله بنور حضرتك استاذ محمد الدمرداش، صاحب فكره الكلام من الصدر او من البطن، صح؟ ايوه ايوه تمام. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. منور والله يا استاذ انور. بقول لحضرتك المشكله دي اصلا موجوده من زمان، من 2016 تمام. وناس كتير قدموا فيها ولحد النهارده ما فيش حاجه. يعني هو المشكله ان المسؤولين اصلا مش واخدين بالهم من الموضوع. تمام. يعني حضرتك احنا بنتكلم في اساس ايه؟ لازم نلاقي حل للمشكله دي. تمام. احنا النهارده بنبحث عن الحل. بنشكرك استاذ محمد، شكرا جزيلا انك شرفتنا باتصال في اول حلقه لينا على قناه الصحه والجمال. شكرا استاذ محمد. استاذ حيان معلش المكالمات كتير. يعني بقول لك لا، وفتحنا مكالمات مش هنخلص النهارده، بس بنتكلم ان وزاره العدل اتحصلت على مبالغ ماليه تعدت ال 20 مليون بناء على تصريح السيد حسام عبد الرحيم. 20 مليون على مليون، على الواحد دفع 20. كل واحد دفع 20 جنيه. فاين صرفت هذه الاموال؟ لماذا لم تتم؟ يعني انت قلت ما ظهرتش نتائج، اين صرفت هذه الاموال؟ الشباب بالشارع بيطالب بكده، اين صرفت اموال شباب مسابقات وزاره العدل؟ سؤال يطرح نفسه والشباب منتظر اجابه في الشارع المصري. طيب احنا يا ريت بس يا جماعه في الكنترول نتصل بالمستشار جمال محرم عشان هو مهتم بهذه القضيه، نعرف منه قانونا ايه الوضع القضيه دي لو سمحت. اتفضل. فنتكلم هنا المشكله ليها اثر، يعني مش على الشباب بس، هنا مشكله بتكلم على اثر المجتمع كله، خصوصا الشهر العقاري. مشكله على الدوله، على المواطن نفسه، على الشباب. مشكلة شباب صرف وامتحن وحقه والقانون يكفل له كدستور وقانون في حق التعيين. تمام. مشكلة مواطن، المواطن حاليا في رحلة عذاب للشهر العقاري. أنا عشان مثلا أو أنت أو حضرتك أي حد عايز يذهب للشهر العقاري يخلص أوراقه لازم ياخد يوم أجازة من شغله، يعني ما يعاني منه قطاع الشهر العقاري. طب إحنا معانا الوقت المستشار جمال محرم. سيادة المستشار أهلا بحضرتك معانا في برنامج سبوتس مع أنور سالم. أهلا بيك يا فندم، مساء الخير عليكم وعلى ضيوفكم إن شاء الله. مساء الخير يا فندم. حضرتك احنا بنناقش الموضوع الخاص بمسابقه الشهر العقاري، فعاوزين نعرف قانونيه الوضع الحالي. لا طبعا، هو قانونيه الوضع الحالي ان هناك قصور من وزاره العدل في اعلان النتيجه، ولكن هذا القصور ناتج عن عدم قيام رئيس مجلس الوزراء باتخاذ اللازم في اعلان او اعطاء الاوامر لوزاره الماليه وجهاز تنظيم والاداره في توفير الدرجات الماليه الخاصه بنتيجه مسابقه الشهر العقاري. طب حضرتك احنا معانا نص دقيقه معلش، فعاوز اعرف من حضرتك يعني الوقت القرار المنتظر ايه؟ هل بالالغاء او ممكن يكون القرار بان يتم التعيين؟ يعني هو قولا واحدا وعلى مسؤوليتي الشخصيه من معالي مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري ان المسابقه لم تلغى ولم يصدر قرار بالالغاء، وان الامر من مكتب معالي وزير العدل امام مكتب معالي دوله رئيس مجلس الوزراء للإعلان عن نتائج الشهر العقاري لما أصاب الشهور العقارية والخدمات المقدمة من سوء وضعف وهوان ويعني كل شيء ممكن تتخيله يؤثر سلبا على المواطن. يعني ماشي، أشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. إذا الرفاق والشباب حائرون يتساءلون متى تظهر هذه النتيجة بإذن الله تعالى. بنشكرك أستاذ حيان على هذا اللقاء. أعزائي المشاهدين، السبوت بتاعنا انتهى وحلقتنا انتهت، لكن حلقاتنا لسه ما انتهتش ومكملين معاكم في حلقات تانية، وانتظرونا الأسبوع القادم بإذن الله. سبوتس مع أنور سالم، وفي الختام سلام.